أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ 4 أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة. وسؤالي هنا في الصلاة، كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصا وهناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك. وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو منتهى استطاعتك. ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عند الصلاة، عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.